إن الله تواب رحيم. زين احنا اغتبنا سابقا عن نغيبة، شو نسوي له؟ أولا نتوب ولا نعود، وثانيا نستغفر لصاحبنا. واجب أروح أقول له أنا اغتبتك وقلت فيك ما قلت؟ لا مو واجب، للعلم مو واجب تروح تقول له. أحد الأسباب خطية أذيك، يعني يوم اللي يجي واحد يقول أنا اغتبتك وحكيت عليك وسبيتك شتمتك ويتأذى، ليش تأذي؟ استغفر له، هذا واحد. اثنين، إذا كان شيء ما أسقطت من ثقة الناس به ومن شخصيته، حاول عند الشخص اللي استمع إليك، اللي استمع إليك تروح تقول ترى هذا الكلام اللي قلت سامحني، هذا الكلام ما كان صحيح مثلا، وأنا اغتبت وهذا أمر غير صحيح.